مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكعك. عندي ربع ملعقة صغيرة فانيلا، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة صودا بكربونات الصودا، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة طعام زيت نباتي، بيضة، ملعقتين طعام سكر بودرة، 50 جرام زبدة بحرارة الغرفة، ربع كوب حليب سائل بحرارة الغرفة، وكوب طحين. لنبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله، بحط هلأ الزبدة، رشة الملح، الفانيلا، السكر، بخفقهم مع بعض 3 دقايق. بسم الله، بس خفقتهم مع بعض وصاروا بهيدا الشكل، بحط فوقهم الصودا، الزيت النباتي، البيكنج باودر، الحليب، وانا وعم بخفقهم بنزل شوي شوي من الطحين. بس انخفقوا بهيدا الشكل، هلا بحطهم بكيس الكريمة. بس عملتهم بهيدا الشكل، عبيتهم بكيس الكريمة، هلا بقص الكيس من تحت شوي بهيدا الشكل، وبحط على ورقة الزبدة العجينة هيدا الشكل. برش سمسم على الوجه، واذا حبيت برش حبة البركة، وبحطهم بالفرن اكيد محمى مسبقا على درجة حرارة 200. الكعكات بعد ما طلعوا من الفرن عملت شوي بحبة البركة، هلأ بتركن ليبردوا وبحطن بوعاء. هول الكعكات اللي عملتن انا وياكن. لشوف كعكة من قلبها بهيدا الشكل. هول الكعكات اللي عملتن انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. If you want to see this recipe, it's in the description box. Bye bye.